فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أرخى إزاره أو ثوبه إلى دون الكعبين لكن من غير خيلاء، فهل يجوز له ذلك؟ إلى دون الكعبين أو تحت الكعبين؟ تحت الكعبين. تحت الكعبين حرام، إذا كان معه خيلاء فالإثم أشد، أما إذا كان ما معه خيلاء ففيه إثم إرسال الثياب تحت الكعبين. نعم، فيه إثم الإسبال، إثم الإسبال. قد يكون مع الإسبال خيلاء وهذا أشد، قد لا يكون معه خيلاء هذا محرم، ولكن لا يجوز له أن يتركه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.